التقى أعضاء مجلس الأمن الدولي في مدينة نائية جنوبي السويد في مسعى لتخطي انقسامات عميقة حول إنهاء الحرب في سوريا. كانت السويد العضو غير الدائم في المجلس، دعت في وقت سابق سفراء الدول الأعضاء بمجلس الأمن والأمين العام أنطوني غواتريتش لعقد اجتماعهم غير الرسمي في مدينة باكاكرا لبحث سبل تعزيز مهمات الأمم المتحدة، ذلك لحفظ السلام وجعلها أكثر فعالية.